الكل اكيد يوم جديد من عالم الصباح وفقرات منوعه رح نترافق معكم فيها خلال 3 ساعات على الهواء. اليوم 17 اذار 2016، فان شاء الله كل ايامكم تكون حلوه وكمان تقضوا نهار ممتع، واكيد برفقتنا ومن بعدها كمان بتكفوا نهاركم لوحدكم. بالبدايه بدي ادعي الجميع لتبعتوا صوره او تبعتوا فيديو لكم بمناسبه عيد الام، لا الأرقام اللي عم تقطع على الشاشة، لكل اللي عباله يعيد أمه بطريقته الخاصة، يقول لها بحبها، يقول لها اشتاق لها، يمكن يكون هو مش موجود، مش حدا مسافر، يقول لها اللي بده يقول لها إياه. هيدي مساحة لإلكن على هيدا الرقم إنكم تبعتوا فيديو، بس نتمنى عليكم انه ما تطولوا كثير بالوقت لحتى نقدر قد ما فينا نعرض الفيديوز الخاصين فيكم نهار التنين بمناسبه بعيد الام بهيدا النهار. انا اكيد بعيد امي من اليوم، بس رح ارجع كمان قبل يعني وقتها بيقرب الوقت اكثر ارجع عايدة على الهوا ان شاء الله، خلي لي اياك مام وخلي كل امات الدنيا بصحتهم. فاذا ما تنسوا تبعتوا هول الفيديوز، انتم حرين بالطريقه اللي بدكم تعبروا فيها. صباح الخير شيف، كيفك؟ كيفك انت؟ كمان فيك تبعت فيديو؟ ايه اكيد، يلا هلا بنخلص ومنبعث. هو انت فيك دغري دايركتلي تبعتنا اياها على الهواء ان شاء الله بينعاد عليك امي ام الياس، ان شاء الله بينعاد عليك والله يطول بعمرك وتضلك بصحتك. تضلك بصحتك ام الياس، بخلي لك هالشاب الحلو واكلاته الطيبين. اكيد طلع لك يعني. على كل حال شيف كمان بدي انا وانت نعم نخبر او يمكن ندعي الناس كمان لفيديو تاني. بتذكروا الاسبوع الماضي وكنت معي على الهوا نعم كمان صح. الاسبوع الماضي كان في ضجه كثير كبيره حصلت مع او اثر اعلان كورال الفيحاء من مدينه طرابلس انه راح يسكروا وراح يقفلوا هالمركز الخاص فيهم لسبب عدم وجود تمويل ولاسباب ماديه يعني. طبعا كورال الفيحاء اعلن اغلاق المكتب وما بيقدروا بقى يكفوا، ونشدنا عبر هيدي الشاشه طبعا بعالم الصباح مطولا الاسبوع الماضي انه نحن بنرفض انه يتوقف هيدا النوع من الفن وهي النوع من الثقافة والوجه الحضاري لمدينة طرابلس اللي من خلالها كمان صاروا عالميين بجوائز كانوا عم ياخدوها وبعدهم عم ياخدوها. من أسبوعين كمان نالوا جائزة بجائزة كورال الشرق الأوسط بدبي. فأنا دعيت سبق ودعيت انا والشيف كمان وبنرجع بندعي من جديد انه دائما امنوا بحالكم، ونحن بنعرف قد ايه انتم امنين بحالكم، بس بدنا كمان لبنان والايادي الكريمه تقدر تدعمكم لتضلكم واقفين. للاسف بدي اقول انه الدوله ما تحركت طبعا لانه نحن مش متعودين انها تتحرك. صح، بستغرب اذا بتحركوا. بركي كان النايب غسان مخيبر هو الاول يمكن او الوحيد يلي جرب انه يدعمهم بطريقته الخاصه، سجل فيديو لقاله ونزله على مواقع التواصل الاجتماعي وعم يدعي فيه كورال الفيحاء وعم يدعمه بطريقته الخاصه. نحن كمان بعالم الصباح حابين انه نطلق هيدي الحمله او اذا بدكم هيدي الصرخه، بركي انتم كمان تقدروا تساهموا توصلوا صوتكم وصوت كورال الفيحاء بطريقتكم الخاصه، تسجلوا فيديو 10 ثواني 15 ثانيه مش كتير طويل بطريقتكم تدعمون وتدعون انهم يبقوا يعني انتو حرين كمان مثل الفيديو الاول بنقول انتو حرين كيف بدكم تدعمون، بس بليز انكم تعملونن هاشتاج سيف فيحاء كواير او كمان تعملونن تاج على الصفحه الخاصه فيهم بالفيسبوك يلي هن فيحاء اف اي واي اتش اي سي اتش او اي ار سو فيحاء كواير، فيكم تعملوا الهاشتاج هيدا يمكن اليوم طلعت معنا انه سيف فيحاء كواير. بتمنى عليكم طبعا انكم تعملوا هيدا الشيء. انا وشيف سليمان بعد شوي رح نعمل فيديو بركي، بس نرجع مع كارمن والابراج لنشوف حظوظنا لليوم. خلينا نشوف هلا شو بتتضمن حلقتنا. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، حلقه خاصه عن الحمله الوطنيه لصحه الكلى مع روى وضيوفها بعصحة السلامه. كيفية اختيار المحابس اللي بتناسب شكل ايدك مع لما بيشوفي. كندا بتعرفنا على انواع جديدة من النباتات والشطول بأرض وورد.
كارمن بتستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم بزودياك. كيف منحل المشاكل بإطار العمل؟ موضوع تانيا بيخلينا نحكي. ورشة ملح مع الشيف سليمان على وصفات جديدة وشهية. ما منطول عليكم كتير. كارمن والأبراج. صباحكم بالخير. يوم الخميس 17 أدار مارس. اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج السرطان، والأجواء بعدها جيدة بل ممتازة للأبراج المائية السرطان العقرب والحوت. يلي نهاره جيد يستفيد منه لأنه بكرة الأجواء مختلفة. البداية مع برج الحمل. الأجواء عندك منا سهلة، وانت من الأبراج اللي لازم تنطر لبكرة. اليوم الحظ منه معك، اليوم طالع بالك تبعد عن الأجواء الصعبة الصخب، ويمكن من المستحسن انك تنتبه لصحتك. الأكثر تعبا اليوم هو مولود 9 و10 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور اليوم نهار كتير حلو، أفكارك القوية اللي عندك إياها بتدعم كل قضية بتدافع عنها أو بتمشي فيها. اليوم مولود برج الثور عنده سرعة خاطر كتير حلوة، كتير مميزة ولافتة للنظر. اليوم أنت شخص ناشط اجتماعيا مهنيا وعائليا على مختلف الأصعدة، ما بينخاف عليك اليوم، بالعكس ما بتتهدى. وبعده المولود الأوفر حظا 7 و8 أيار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء هيدا نهار بيطلب منك انه تكون واثق من نفسك، لانه هيدا نهار فعلا بده ثقه بالنفس، بده ثقه بالمعلومات اللي عندك اياها بالمعطيات والكفاءات. اذا مزغزغ النيه منك مستقوي احتمال انك تخسر، وبالتالي ما في حل وسط اليوم، يا ربحان يا خسران. الاكثر تعبا 7-8 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان بيعتبر هيدا النهار فلكيا من اقوى ايام الشهر. اذا جواب انت ناطره ما سمعته امبارح، بعد في اليوم لحتى تسمعه. الاجواء جيده جدا، بتخلي مولود برج السرطان يكون افضل من غيره من ناحيه الطاقه، من ناحيه الحظوظ، ومن ناحيه الضوء الاخضر، وبالتالي ما في شيء بيوقف بدرب نجاحك او تقدمك اليوم. مواليد حزيران يونيو بعد الأوفر حظا، بالإضافة لمواليد 18-20 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد أول شيء بدك تعمله أنه تهتم بصحتك الجسدية والنفسية. مولود برج الأسد اليوم نهار معقولة يحبطك، في إحباط، في شعور بخيبة الأمل، في فراستريشن، اليوم في ضجر، وبالتالي بدك تنتبه بعض الانفعالات بتسبب لك مشاكل. لا تنفعل ولا تعمل ولا تشيل ولا تحط، اقعد عاقل، انطر بكره بيوصل امر لبرجك، وعندئذ بتتغير الامور راسا على عقب لصالحك. بيبقى المولود الاكثر تعبا اليوم مولود شهر اب اغسطس. ننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء رح اقول لك اياها بالقلب، الثلاث ايام اللي جايين يعني عم نحكي عن الجمعه السبت والاحد صفر، وبالتالي اليوم هو نهار المرتب يلي نوعا ما فيك تصحح امور وتشهل بامور صعبه، والا بدك تنطر لنهار التنين. اذا يا اليوم الخميس او التنين والثلاثة. الاجواء عندك اليوم فيها بعض الدعم، فيها بعض الحركه، فيها بعض التفاعل البناء، وما لازم تستخف ابدا وتستقل هالامور الموجوده اليوم، لانها رح تدعمك ورح بتساعدك. خلص امور صعبه، اتفق مع ناس، خلص الامور وما تحط حالك باوضاع صعبه مربكه في الايام الثلاثه اللي جايه. 10-11 ايلول سبتمبر الاوفر حظا. بنكمل مع برج الميزان. بالنسبه لبرج الميزان الاجواء اليوم بتحطك نوعا ما مع الكبار، وكانه عم تعطيك قيمه اليوم. فجاه بتلاقي حالك باجتماع، فجأة بتلاقي حالك معني بالأمر، فجأة بتلاقي حالك مرشح لمنصب لموقف. طبعا كله على صعوبة، مش انه مرشحين ومبسوطين ومكيفين، لا، في مسؤوليات على صعوبة بدها همة، بدك تكون قبضاي ليمشي حالك، وإلا ما بيمشي حالك، وإلا بتخسر، تنزل يعني بتشك انزول من القمة، انزول. حضر حالك مهنيا دراسيا، ما تستخف ابدا بالاوضاع الموجوده اليوم بشكل خاص. 12-13 اكتوبر تشرين الاول. بنكمل مع برج العقرب.
مولود برج العقرب الاجواء اليوم ممتازه مثل امبارح، مولود برج العقرب تقريبا اللي بتتمنيه بيصير، اللي بتحطه براسك بتقدر تحققه، الاجواء بتحمل سفر، بتحمل يمكن حتى نجاحات غير متوقعه، احتمال اليوم عند مولود برج العقرب يكون في توعيه جديده او بتصحصح او بتحس حالك انه انت عم توعى على افكار، على معتقدات، على ثقافات مختلفه، هيدا الشيء يغنيك، بيغنيك اليوم، بتحس حالك انه فعلا انت شخص ماتشور، شخص واعي، شخص عندك حكمه، وشخص حابب انك تتقدم. الايجابيات قد ما بدك بشكل خاص عند مواليد اكتوبر بالاضافه لمواليد 18 ل 20 نوفمبر. بنكمل مع برج القوس. مولود برج القوس ثلاث ايام اللي جايه اريح، بتطمن البال اكثر، اليوم ما في تطمينه بال، اليوم بدك تحط عقلك براسك وتمشي مثل مع الموجه، بدك تمشي معهم من دون ما تعمل مشاكل، اذا بدك تبلش تعورد من هلا يعني تحط عصي بالدواليب، بكره وبعد بكره ما بتاخد النتيجه الحلوه يلي لازم تاخذها، اذا اليوم فلو وذ ات، مشي معها من دون مشكل، من دون ما تعقدها، من دون ما تمشكلها، ما بدنا ذيول للايام اللي جايه لحتى نجاحاتك بالايام الثلاثه اللي جايه تكون حلوه وبتحرس. اليوم كبر عقلك، تابع الامور على الاصول، على الاصول القانوني الاداري الى اخره. كون حذر جدا، مولود 25 ل 27 نوفمبر تشرين الثاني 8 9 ديسمبر. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي الجو اليوم صحيح بيستفزك، صحيح بيتحداك، صحيح فعلا بيحطك بالزاويه وفعلا بيمتحنك، لكن ما معناتها انه اليوم بدنا نمشكلها وننزعها ونفوت بالحيطان. ليه؟ لانه هيدي السنه كثير حلوه، وبالتالي التحديات هي فقط امتحان لك، هيك بدك تاخذها من يوم ورايح، طول بالك، حاول تتحلى بالهدوء، بالبال الطويل، بالرصانه، هيدا هو سر نجاحك اليوم. الطاقة الكبيرة الهائلة اللي عندك اياها اليوم تقدر توظفها في نجاحات كثير كبيرة ومهمة، اجتماعية، مهنية وعائلية أيضا. الأكثر حظا رح بيكون 7/8 كانون 2 يناير. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو اليوم هو بيطلب منك توظيف واستثمار للوقت بشكل صحيح، بشكل فعال. ما تضيع الوقت، ما تلتهي بامور بتشيل من دربك، لانه ثلاث ايام اللي جاي صعبين، مش هينين ابدا، ورح يحاسبوك على البكله، اذا اليوم ممنوع اللهو، التليفونات بتسكرها مثلا، بتبعد عن البريكات الطويله، بتركز على شغلك، بتهتم بصحتك، يعني اليوم بده يكون في افشنسي 100% اذا امكن. ثلاث ايام اللي جايه بتمتحنك بشكل كثير كثير قوي. 5 6 شباط فبراير بضلوا الاوفر حظا. بنكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت الجو اليوم بخدمك، بخدمك، شو ما بدك بيصير، اليوم مولود برج الحوت اخطائك ما راح تبين، ما حدا سألين عنها وما حدا اصلا شايفها. كيف وليش؟ هذا هو الحظ يلي بيلعب دوره اليوم بطريقه ايجابيه لمولود برج الحوت. اليوم انت ماجنت، انت مغناطيس تجذب الايجابيات، لكن انتبه ما تجذب الى حياتك اشخاص سهيانين، مبسوطين، فرحين، لكن معقول يأذوك في الايام الاربعه الخمسه اللي جايين. اذا استثمر الحظوظ اللي عندك اياها اليوم بشكل بناء، بشكل ذكي، بشكل فعال، فكر لبعيد، حتى ولو كنت طالب انت اليوم نهارك بيساعدك لحتى تعطي امتحانات جيده، تشتغل بشكل جيد، تستوعب الامور بشكل جيد، بس ركز شوي اكثر. بيبقى مولود 24 ل 26 شباط فبراير الاوفر حظا. بنختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة عاطفية، رومانسية، عائلية، اجتماعية ومهنية بامتياز، الحظوظ قد ما بدك، طلب وتمنى، لكن هيدي السنة بتطلب منك التركيز، بتطلب منك انك تختار شيء واعي، شيء مهم، ما تضيع حظوظك بامور تافهة، سطحية، ركز، حط هدف مهم قدامك او هدفين وبتقدر توصل. اذار مارس، تموز، يوليو، تشرين الثاني، نوفمبر هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة ابراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن. قبل ما نتوقف مع فاصل اعلاني، وعدكم قبل ما نكون مع كارمن انه رح نسجل الفيديو انا والشيف لكورال فيحاء وندعمهم ونرجع ننزل، اكيد نعمل لهم تاج بالبيج تبعولهم على الفيسبوك، وحتى اذا بدكم على الانستغرام وسناب شات ليش لا. فخلينا نبلش. يلا.
كتبناهم لثلاث جمال؟ لنحفظهم. لنحفظهم. اوكي. كرة الفيحة، نحن كلنا معكم. بدنا نضلنا نسمعكم. وبدنا كلنا نساعدكم وبنحبكم. بنحبكم. باي على القافية. اوكي مش كثير صعبة، اعملوها وتاج فيحاء كواير، بتوقف مع بريك وبنكفي من بعدها على الصباح.